صح. نيجي بقى للاساتوك. تمام. يعني ايه اساتوك؟ الاساتوك دي يعني لما سالت الاستاذ عادل امام الزعيم. قبل ما الاستاذ عادل قال لك معناها، كنت انت عارف معناها من قبلها؟ لا انا كنت امل الطير كان قايل لي ان دي لغه الغزل في الصعيد. لما حد يعاكس حد واحده بتاعي يقول لها ايه الاساتوك ده اللي ماشي توك كده. كويس. فامل الطير جابها من هنا. حلو. والزعيم بقى لما شرح لك معنى الاساتوك قال قال لك لي معناها ايه؟ الاسب التركي يعني شبشب. سوري. وتوك وتوك. التك. الاساتوك ده. لايقه لايقه تمشي مع الغنى. تمشي. لما قريت كلام الاغنيه ما قلقتش منه؟ لا ده انا كنت رافض اغنيها اصلا. رافض اصلا؟ لان انا قلت للمنتج انا يعني انا بحب الغنى فخلينا اغني. والشريط كان 9 اغاني وانا مغني في ال9 اغاني يعني عامل كذا شكل في الغنى يعني. فجيت عند دي قلت له يا عم دي خناقه. فقال لي لا ما انت هتغنيها هتغنيها. فاضل لك عندي 250 جنيه لو ما قلتهاش مش هتاخده. مش هتاخده. قلت له مين؟ لا ده انا اخدش اغنيها. اغنيها مين؟ اغنيها مرتين كمان. كان المهندس عمر فوده. فدخلت قال لي بص دي خناقه ما تغنيش. خلاص هو رسم لي الصوره. فرحت قايلها زي ما هو قال لي بالظبط. فالحمد لله ما كنتش متوقع ان هي دي اللي كسر الدنيا. اللي هتكسر الدنيا. اه كان في عندي غنوه تاني غنوه في الشريط تقريبا اسمها شوفوا شوفوا يا خالقي اهو الاخ بيكره اخوه. توقعت ان هي دي اللي ممكن تبقى اللي عشان تسمع فيها مع الناس. موال وكده. فقلت دي ممكن تنجح مع الناس يعني. فربنا بقى له اراد حكمه ان يا رب. الاساتوك هي اللي تشقلب الدنيا. وهي اللي تشقلب الدنيا. وكانت يعني اول لحن في حياه حسن إيش الاساتوك. وهو حتى بيعترف بالشهامه منه يعني بيعترف ان هي كانت سبب السعاده عليه ما شاء الله. وعلى هي وعلى امل. طب الغنوه دي من يعني اواخر الثمانينات بدايه لا التسعينات. 88 88 اواخر 88. الثمانينات. حلو. كنت متوقع بقى ان النهارده في 2023 او في الالفينات تلاقي الشباب قاعدين بيعملوا عليها فيديوهات على تيك توك وبتطلب منك طبعا ويعني كنتش متخيل ده. بس هو الحاجه الحقيقيه دائما وابدا لما تبقى صوره غنائيه فيها شكل كويس قوي فيها موضوع موجود يعني هي الغنوه اصلا بتنتقد سلبيات في مجتمعنا. اللي هو ما ينفعش راجل عجوز متصابي يعاكس حد واحده ست او بنوته او بتاع. وتمام للشباب يعاكسوا؟ لا مش شباب قوي يعني. انما هي الفكره. الفكره إن صوره ما يصحش غنائيه. تعاكس. انه ما يصحش من الاخر فهي صوره غنائيه. فالحمد لله. ودي برضو في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا توفيق ربنا طبعا. في اغاني كتير جدا طلعت وظهرت شويه وبعد كده شكرا. دائما وابدا الحاجه الحقيقيه على مستوى الدنيا يعني الحاجه الحقيقيه هي اللي بتعيش مع الناس. صح. وخلي بالك انا ادعي برضو ان الناس بتحب الاغاني المبهججه اللي فيها فرح. فيها فدي اغنيه مبهججه فيها رساله وفيها كلام مختلف. أيوة. وفيها بهجه. وفيها بهجه فالناس بتحب ده. وانا ادخل اصلا صبا ومية مية وراك وراك وراك. طيب. شعليلة شعليلة. زي بالظبط لما جيت دلوقتي في سطلان. في سطلان مع عبد الباسط والليسي وحسن الخلعي. حسن الخلعي. كنت متوقع برضو سطلان دي تشقلب الدنيا كده؟ لا والله لا والله. بس انا عارف ان الليسي واد طيب ومرزق. وانا بحبه على المستوى الشخصي يعني. فلما قال لي ما اتاخرتش طبعا. وكلهم طبعا زمايلي وكلهم كويسين. يعني ما زي الفل طبعا. مطربين وزي الفل يعني. بس هو لما الليسي قال لي قلت له انا خلاص جاي معاك. حلو. عملنا الاصل الغنوه للفيلم بتاع الاستاذ علي ربيع. بعد اسمه بعد الشر. بعد الشر. فما يعني قلت غنوه بس غنوه في فيلمه هتعدي وخلاص. وماشي يعني. وبحضر اصلا في 3 4 اغاني تانيين. حلو. طب ما تيجي نشعلل الدنيا بسطلانة. ادينا حتة من سطلانة. يلا يلا على القاعد. طب هو عشان يعني النادي الاهلي طاير الاغنيه في السماء طبعا جايب كرافطة حمراء النهارده. كرافطة حمراء عشان اكد ان انا اهلاوي يعني. ايوه حلو الكلام. طيب